رغم طقس العاصف ما قدر يقف امام اشخاص اجوا من بيروت ليساعدوا اهلهم بطرابلس، وطبعا يكونوا عم يتحدوا معهم في هذه الاوقات الصعبه. محمد حلواني، انتم معروفين انه مجموعه شباب وصبايا بروفيشنالز، يعني كمان عندكم اشغالكم، دائما السباقين بالاعمال الخيريه وتروحوا مناطق مختلفه لا تقدموا بعض الواجب مع اهلكم، اليوم كمان جيتوا رغم الطقس العاصف. نحن بالحقيقه مش اول مره نجي على طرابلس، هيدي ثالث زياره لنا لطرابلس، وحابين نجي هالمره نقدم مواد غذائيه والبسه والعاب ل 100 طفل. نعم، يعني شفنا كمان لبنان كله عم بيكون عم بيقطع بمرحله صعبه جدا، شو برايك اليوم غيرك شو لازم نقول له كيف يساعد الاخر؟ اكيد بزمن الميلاد وزمن المحبه والعطاء لازم كنا نتكاتف ونساعد بعضنا ونغتنم هالمناسبه العظيمه تنساعد بعضنا خاصه بالظروف الصعبه. شكرا محمد. كمان بعض الاشخاص مثل الدكتور حسين وصل ايضا الى هذا المكان ليقدم بعض ايضا الخدمات اللي هي حاجه اساسيه لبعض المرضى، ومنها خبرنا عن المبادره اللي حابب تقدمها اليوم. صح، نحن انا طبيب اخصائي بالعلوم الاخباريه السريريه، يعني كل شيء يخص بالتحاليل الطبيه. عندنا مختبرات الشرق الاوسط على ساحه النور على ساحه الثوره، سمعنا اليوم كثير الحالات الانسانيه وما في حاله طبيه ما بتستوجب فحوصات طبيه وتحاليل طبيه، فنحن قررنا نقدم كل الحالات اللي مرقوا اليوم على سنه كل فحوصاتهم بتكون مجانيه من عندنا، وحتى اللي موجودين ضمن قضاء غير طرابلس، قضاء المنيه في مستشفى الخير الدكتور احمد الخير اتصل فيي وقال لي كمان بياخذ الحالات الانسانيه على عاتقنا، وبالاضافه الى ذلك بمنطقه باب التبانه في عندنا مستوصف الاخلاص حابب يقدم كل الحالات اللي مرقوا معنا، يقدم له مساعدات اذا كانت تحاليل اذا كان عيون سمع كل شيء هو جاهزين نقدم. شكرا أوكي. لك جزيلا لهذه المبادرة الرائعة، فعلا يعني حضرتك ابن البلد وعم تجرب انه تقف مع اهلك، هن اجوا من بيروت اليوم وحبوا انه يسوق هذه المسافة، أنا مش طويلة جدا ولكن التأس كان عاصف جدا والسيول وما الى ما اخره، شكرا لكم، يعني الله يكون معكم بكل هذه الرسائل المحبة اللي عم تقدموها لغيركم، شكرا لكم. ما بعرف اذا راني عندي بعد وقت او بنرجع بعد شوي معكم، خلينا ناخذ بعض الاشخاص اللي عندهم كمان. شكرا محمد، يعني الاشخاص كمان عندهم وجع جايين كمان يوصلوا صوتهم عبر شاشه الام تي في اليوم في هذه الحلقه الخاصه. بدي اقول لكم انه عن جد فعلا عشت مع اهل طرابلس حوالي 70 نهار، ما كان الا قلبهم كبير ومضيافين وكرمه رغم ربما عم بيعيشوا باصعب الاوقات. يلي مدام يعني عندي كمان وضع خاص فيك بس وصلنا الرساله. انا عندي جوزي معك رايحين اجره اثنين بقذيفه، وعندي ابني كان عنده سرطان بالدم وبيعاني هلا من كسور بعضله القلب وبيتعالج نفساني، يعني مش قدرت امني اي حاجه لهم، وهلا هلا كمان بدهم يطلعوني من البيت علي شهرين وماني قادره اعمل شيء. يعني فعلا الزهرة قصة مكسورين، نعم كثير من سكان طرابلس عم بيكون مكسور عليهم اجارات، حتى اصحاب الاماكن ما بيقدروا يطولوا بالهم انه كل انسان عم بيكون شوي محشور في هذه الاوقات ايضا. شو اسم الكريم الكامل اذا حدا من اهلنا عم بيسمعنا حاليا وحب يتبرع على المدام؟ تفضل. اقبال محمد حرب. اوكي، وصل صوتك مدام، في كثير محبين اكيد رح يوصل صوتك لك على كل بيت، وفي اشخاص رح يبادوا اذا الله راد. استاذ كنت عم تقول لي انه صرتوا فزعانين ما يهبط عليكم السقف، انت من وين عايش؟ نعم انا قاعد ابي طلعت المشروع النهر، بيتي عم بيهبط له فتره من الزمن. قدمت طلب للبلديه اليوم اخذوا قرار جديد، كل شخص عنده سقف مهدد للانهيار هن مستعدين عندهم ميزانيه خاصه لاعاده ترميمه وتاهيله. سو بلدية موجودة وعم تسمعنا حاليا، قول اسمك الكامل لتعتبر شكوى رسمية. أنا اسمي محمد خالد القرحوني، بيتي عم يهبط من زمان، كل شيء في سياسيين بالبلد ملفي عندهم وملفي أنا بمكتب إيغوس العليا ولهلا ما حدا قرب عليه. هي الدولة لازم تقدم الخدمات ليس السياسيين، هون عطوا في لغة. خلينا لكن إذا نرجع لرانيا، قدم طلب للبلدية وبيمشي الحال ورئيس اوكي وجا عمل على اعاده نظر، وهلا في محاميه موجوده معنا رح تتبع لك ملفك عبير، لكن نعم. معنا شخص رح تتبع له ملفه عن كثب ونوصل لنتيجه. نعم رانيا سنكون معك دائما
بحالات جديدة. على قبل ما نختم معك، أول شيء بدي أقول لك يعطيك ألف ألف عافية، وأخبار حلوة كتير عم توصلنا، وهيدا على وجه صديقتي وزميلتي ديانا فخوري يلي صارت معنا هلأ، وجهك خير فعلا على كل الناس. قبل ختام الحملة الإنسانية يلي بتقوم فيها الام تي في، سفير الإمارات بيشكرنا يعني الأستاذ سيمون درغام، الأستاذ ألان درغام، وأنا يعني ما في لزوم تشكرنا، هيدا واجبنا. وأبلغنا سفير الإمارات بأنه مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية قدمت ألف حصة غذائية لألف عائلة وللأسر الأكثر حاجة بطرابلس، وبتوزع الحصص ليلة راس السنة، وبيتمنى لكم كل عام وأنتم بخير. خليني تابع وقول أيضا بأنه الشخص يلي ما حب يذكر اسمه يلي تبرع بعشر ملايين ليرة زادون 5 ملايين ليرة، مليونين أو 3 ملايين منهم رح يروحوا لعلي. يا آلان إن شاء الله تكون عم تسمعني. نعم علي شاهين بيروحوا لعلي. نعم. شاهين يلي كتير تعذب وأنت تعذبت لحتى توصل له. بالفعل علي بيستحق كل خير لأنه عم يربي أولاده رغم كل المآس اللي عم بيعيشها. وفي مليونين كمان هلأ منختار كمان الأكثر حاجة لحتى نحن نعطيهم. يعني بدي أقول له لهالشخص أنه قدي عندك تواضع، قدي عندك محبة بقلبك لحتى ما تقبل حتى أنه نذكر اسمك. مشكور جدا زميلتي وصديقتي ديانا فخوري، شكرا لأنه توجهت إلى عنا على طرابلس محبة بها المدينة ومحبة بأهل طرابلس، وبعرف أنه عندك هيك مسيرة طويلة بالمساعدات بطرابلس. أهلا وسهلا فيك وينعاد عليك. مرسي وينعاد عليك رانيا، ميري كريسمس لألك ولكل مشاهدي ام تي في. ومثل ما قلتي أكيد أنا طرابلس بقلبي، هي مدينتي الثانية أنا بعتبرها، لأني بعرف كثير منيح قديش شعبها طيب وقديش محروم، ما بعرف إذا مقصود هذا الحرمان، وبعرف قديش متعاطف مع كل العالم. أنا كثير بحب أهل طرابلس وأنا دائما بطرابلس، ولو حتى ما حكيت ولو حتى ما قلت، بس قد ما في وعلى قد ما بقدر إني ساعد أو حتى أطلب مساعدات من كل الناس. طبعا مشكورين عبر ام تي في كل يلي عم بيقدموا مساعدة اليوم، وعبرك رانيا مشكورة أكيد لهالجهد الكبير اللي عم تقومي فيه، تعودتينا على دائما. يمكن أنا عم تعرفوا فيا بس أنت ما عم نعرف فيك ديانا، لأنه كثير عم تعملي شغل إنساني عن جد هيك مخبى. يعني أنا ما بحب دايما أحكي عن هيدي القصص، بس بطلب دايما، يعني يمكن قصص لإلي ما بطلبها، بس لطرابلس ما عندي مشكل، بطلب من كل اللي قاعدين بعد يساعدوا أكيد يساعدونا. وبزعل بذات الوقت إنه اليوم لازم نشكر الدولة اللبنانية إنها تكون عم بتساعد هيدا الشعب المحروم وأبناء هالمدينة يلي هي قلبهم كتير كبير، بس عم بيشكروا اليوم دول تانية عم بتساعد مثل دولة الإمارات، أكيد مشكورة للأسف، مع إنه كان لازم نشكر دولتنا كمان، نواب ووزراء يلي طلعوا من هالمنطقه ويلي ما بيتذكروا ابناء الا بس بالانتخابات. صحيح، يعني هون هيدي الكلمه يمكن لازم نفصلها شوي اكثر، لانه بتعرفي ديانا وانت اكثر على الارض بطرابلس وبزياراتك لطرابلس قد ايه في طبقه ميسوره، يمكن سياسيين ويمكن غير سياسيين ايضا من رجال اعمال، يعني شو يلي عم يمنعهم من انه يقدموا مساعدات اليوم برايك؟ أنا بدي وجه هذا السؤال لآل صفدي وآل كرامي وآل مئاتي وغيرهم 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 يلي بيشحدوا الأصوات بالانتخابات. ما بعرف إذا ليش ما هالناس اللي عم تشحد بيساعدوها كمان، بس كل العالم بتقولوا هذا الشيء بطل سر، إنه وقت الانتخابات بيشوفوا مساعدات قليلة وجزء صغير من هالثروات الكبيرة يلي اليوم شو اسمه تهربت لبرا، وما بيشوفون لما ينجحوا بالانتخابات ويصيروا على كراسيون بمجلس النواب. فبدي اسالهم اليوم. انا بدي اسالهم وينهم لو كل واحد منهم قدم شوي لهالشعب الفقير؟ بعتقد ما كان في اليوم عائله عم تبكي وعائله عم تناشد دول وعالم تساعدها وتقدم لها مساعدات، وعم نشوف هالدموع على وجوههم وهالقهر اللي بقلبهم اللي هو بعتقد مستدام صار له كثير زمان، ويعني شيء بوجع القلب، بس يمكن ما بيوجع لهم ضمائرهم، ان شاء الله يكون شوي عم بيهزهم ليتحركوا. يعني اوقات لما بتصير السلطه بتطغي على قلب الانسان بيصير بس العقل عم يشتغل وما بيعود القلب عم يشتغل، في قصف مباشر. شو بدنا نقول لديانا؟ سمع 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 سمع. بلال مواس اهلا وسهلا فيك، مرافقك علي الست اهلا فيكم. بدنا ننهي اليوم، يعني نحن اليوم باخر فقره بدنا ننهيها هيك بشكل مهضوم، لانه هي طرابلس العيد ونحن بدنا نعيد مع الضحكه. مع بلال لو سمحت تاخذ الميكرو من علي. اللي اياها قبل ما نبلش قولها.
أيوة سما 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 لا بقى انا بقول تحيه محمد السبعين انا ما بتزبط معي اصلا يعني انا بطلع على المنصه بتصير بتهز شوي محمد اسماعيل بيقول لهم سمع 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 بالعالي الى اخره هو ما كان عم يقول لهم للجمهور كان عم يقول للسياسيين كان عم يقول لطبقه الحاكمه سمع سمع وللاسف حاطين اذن بدينيهم اكيد بضم صوتي لصوت ديانا بس في شيء اهم مني بحاجه اطلب من حدا ولا بدي يتحنن علينا ولا بدي يعطينا شيء من مصريته لانه لازم يكون في دوله هي اللي عم تعطي حر بمصريته لانه بس تسالي حدا اي شيء بيقول لك هو حر بمصريته صح بس انتم كسياسيين منكم احرار تجوعوا الشعب ببلاد المحترمه اللي ما بيشتغل بيكونوا مأمنين له طبيبه بيكونوا مأمنين له مدارس هالامور مجانيه لبينما يشتغل ومعاش كمان. لا يكفي حاله ومعاش عندنا لا عندنا اللي بيشتغل ان كان موظف طبعا تحيدا للموظفين لانه حالتهم منها احسن من حالتنا ولكن الطبقه السياسيه يعني معفي من الجمارك الطبيب ببلاش السفريات ده درجه اولى طب هذا منو ناقصه يعني ما انت عم تعطيه معاش ليشبع عم تعطيه معاش ليكفيه فوق المعاش عم تعطيه اسا امتيازات كثيره بس هالامتيازات بدون معاشه اذا وزعتها على الشعب الشعب بيكون ما هو الناس عم بيشتغلوا بلبنان بس لياكلوا ويشربوا ويتطببوا وياخذوا على المدرسه يعني النقطه الثانيه اللي بدي اقولها كمان النقطه الثانيه اللي بدي اقولها كمان شكر كبير للام تي في انه اجت على طرابلس وعم تصور هذه النقطه وطبعا في اراء كثير بنسمعها للاسف انه هلا جايين تصوروا الفقر بطرابلس طرابلس منها فقيره صح منها فقيره هي ام الفقير يعني الفقير بيقدر يعيش فيها برياحه بيتروق 500 ليره منقوشه بيتغدى 1000 ليره لفت فليفل ب 3000 4000 ليره بيقدر يعيش يومه ولكن بكل لبنان في هيدي الحالات بكل المناطق بعلبك الهرمل مثلنا هيك حالات صيدا مليانه هيك حالات بيروت العاصمه فيها هيك حالات فيمكن طرابلس نموذج صغير ولكن لبنان كله موجوع لانه السلطه منها بس عم تحكم بطرابلس السلطه حكمه لبنان كله للاسف ما بدنا نروح تراجيديا بدنا نفوت شوي كوميديا بدي بس اول شيء رجه رساله للمستمعين والمشاهدين اذا بتسمحي لنا رقم الام تي في 0464 ورئيس الام تي في هو السيد ميشيل المر ومدير الاخبار سيد وليد عبود هول بس اللي بيمنعوا على اندرغام يعني استاذ غياس يزبي على راسه وعينه ديانا بتمون اكثر منهم كلهم ما تستهون فيها يعني وديانا في خوري بتمون عليهم كلهم بكون ماشي بالشارع شو وينه ألان؟ والله ما بعرف هلا وين حطيته هو صح اخو توم منهم عايشين سوا ألان وينك تعال وينه ألان؟ وينه ألان يا ألان؟ فاخو توم مش مرافقه كل ساعه وين ما بمشي وين ما بروح وينه ألان؟ لازم يكون معي على طول تفضل ليكو ألان شرف ألان انت بتفتكر حالك انا كثير مهضوم انت ما بعرف مين على انت اندري ولا ألان؟ ليكي بنقول وينه ألان بيظهر دغري ما دغري دغري طاقات حدي هيدي بتحملك هون بس الاحلى من هيك الشعب الطرابلسي مثلا بنكون مرقين في عجقه سير كن انا واقف على الموتوسيكل شوي بلاقي واحد طلع من شباك السياره وينه قال يجي يصور العجقه لك يا اخي ضق للام تي في قول لهم ما بيشتغل عندي خلينا نعمل سكتش هلا لايف هلا تبع الدولاب شيلوا عدولاب طوري طوري لا لا اطلع اطلع لحظه يلا يلا لحظه اعمل صوت الموتير يلا لا 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 يلا شو مرتاح بالعاده يا الان؟ شيلوا عدولاب يا سلام يا سلام هيدي عرف الطرابلسي شيلوا عدولاب عرف عميق بس كان مقصود من كل هالشيء طبعا انا كنت عم مثل عم نشوف من شوي صغيره كنا كلها مشاعر وانه حالات صعبه جدا وعشنا 70 يوم عم نشوف كمان حالات اصعب بين مكملين. العالم مكملين سو بلال قرر انه هيك يزرع شويه امل وفرح بين او اهل طرابلس من حفظك يا وليد عميقين عم فيهم عم يجرب كمان يكون مهضوم لا فعلا ديانا بتعرفي كمان حاج بلال من وقت هو كل هدفه انه يزرع بعض الامل يعني زلمه كثير متواضع بحب اهله كثير بحب طرابلس كثير لذلك قال لي انا فينا نزرع امل من خلالك عبرك نزرع الامل شوي هيك ونجيب الفرحه لبعض الاشخاص وهي اللي صار ألا نحن بعد معنا ثلاث دقائق لنختم حلقتنا كلها ديانا كنت عم بتقوصي على السياسيين علي رح يقوصهم أو رح يقوص عليهم بغير طريقة ما هيك بلال شو بيعمل علي بقلد كل السياسيين يا علي أنت كسياسي أنت صرعت أموال الشعب أنت أول سياسي شو بتقول طبعا طبعا نحن بكل الحالات نحن عم بيهمنا أن نبني الجمهورية القوية ونحن عملنا هيدي الثورة ونحن شاركنا بالثورة ولكن نحن رجعنا سحبنا نشكل حكومة تشيلنا من الوضع الاقتصادي يعني انت ما سرقت شيء من الأموال أكيد 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 لا أكيد طيب بتعطي الميكروفون للتاني تفضل انت سرق شيء من الأموال العامة قل لي يعني ما تخاف يعني أنا اليوم بدي أقول شغلة نحن بدنا نقول شغلة نحن اليوم يعني أنه إذا بدك تحضر يعني نحن خلص يسلموا مشي الحال طيب أعطي الميكروفون للي بعدك في وزير بحكومة مرقت طلب منا نفرز فرزنا النفايات نزلنا
ما في مكب لا لا عمول معروف عم بسألك على الأموال العامة إذا بتريد ما في مكب بدك تحمل الأموال العامة بكل بساطة نحن شاركنا بالثورة ومش شارك بالحكومة أعطيني الميكروفون للي بعده أعطيني الميكروفون بدنا نعرف الأموال العامة وين نحن قدمنا استقالة عشان لبنان وعشان كل لبناني وكل لبنانية ولكن تفاجأنا بالاشياء اللي صارت انه معنا 3 دقائق ما معنا اكثر خلص دقيقه هلا صاروا دقيقه لا اذا بدك دلك هيك بدنا 5 دقائق هسه اللي بعده اخر سياسي لا هسه في سياسيين كثير يلا بدي اقول لك شغلي هلا قولوا خي اللي عم يصير بهالبلد هلا هو صار معي سوا بهمنيش هذا الامر يعني روق شوي علي تفهمك انا سميت الدكتور دياب لرئاسه الحكومه ما حد سمع مني بالبيت انت اصلا لانك نائب ولا وزير اذا بتريد اعطيني اللي بعده نحن توجهنا لفخامة رئيس الجمهورية لاختيار رئيس الحكومة لقينا 15 صوت لدواس علاب 15 صوت والخبيضاء 25 صوت لحسن دياب ممكن بدي اقول لكم ميرسي انت انا بدي احكي مع زميلتي ديانا فخوري قبل ما نختم بس دقيقه لك ديانا لانه تاخرت شوي علينا بسبب العاصفه بشو بدنا نختم اليوم بشكل طبعا مسؤول ولكن ايجابي شوي شو بتقولي لنا انا بدي اقول اول شيء ينعاد على الجميع رح عايد كل المش سياسيين بان شاء الله يا رب السنة يكون في سنه جديده احلى من اللي سبقت سنه 2019 ننساها لانه عانينا فيها كثير ان شاء الله تكون سنه 2020 احلى وبتمنى انه كل يلي اليوم عم يطالب فيهم الثوار بانه يكونوا بالحبس نشوفهم بالحبس بال2020 ان شاء الله والاموال منهوبه ترجع مع انه ما كثير في امل بهذا الموضوع بس ان شاء الله هالاموال منهوبه ترجع واهم شيء تتوزع هالفقره اللي عم نشوفهم معك يصير في شوية توازن يعني شكرا لك ديانا فخوري بلال مواس على الست ألان بدي أقول لك ميرسي على المبادرة الروعة أنا وألان بدنا نشكركم كلكم بدنا نشكر كل شخص اتصل فينا وساهم وكل شخص وصل لعنا بدي أشكر فريق الام تي في كله نهار العيد كانوا عم يشتغلوا بالقليلة 20 ساعة سيمون درغام ما تزعل منه بنضل مشغلينك كثير شكرا لك ولسفير الإماراتي مشكورين رح نترككم اليوم ولكن أكيد رح بيكون عنا حلقات لاحقة على ميرسي نعم طرابلس العيد للكل وفعلا فرجتها طرابلس هذه السنة أنه هي عروسة هذا العيد أيضا Thank you Alan, bye bye